أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن بدء الوزارة توزيع شهادات استحقاق لوحدات المرحلة الأولى لمشروع الرملي السكني في إطار الجدول الزمني المعد من قبل الوزارة لتوزيع 3200 وحدة سكنية تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وزير الإسكان قال إنه من المتوقع أن تبدأ الوزارة في تنفيذ المشروع في مطلع العام المقبل بتمويل من برنامج التنمية الخليجي. التفاصيل في سياق التقرير التالي. إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة المنجزات الحكومية في ملف الإسكان تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة بتسريع عجلة المشاريع الرامية إلى توفير سكن لائق بالمواطن البحريني في كافة محافظات المملكة. وبدأت وزارة الإسكان اليوم بتوزيع شهادات الاستحقاق لمشروع الرملي السكني والذي يقوم على بناء 1265 وحدة سكنية، إذ من المتوقع أن يتم البدء في تنفيذه مطلع العام المقبل. اليوم ولله الحمد بدأنا عملية توزيع شهادات تخصيص لمشروع الرملي الإسكاني، وهو المشروع الرابع ضمن 7 مشاريع راح يتم توزيعها إن شاء الله بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 3200 وحدة سكنية، وإن شاء الله عملية التوزيع راح تستمر لمدة 3 أيام، والحمد لله احنا ماشيين حسب الجدول الزمني الموضوع. ويندرج مشروع الرملي السكني ضمن خطط الوزارة تنفيذا للالتزام الوارد ببرنامج عمل الحكومة بتوفير 25,000 وحدة سكنية، ويعد أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة في المملكة، حيث يضم في مخططه العام بجانب الوحدات السكنية العديد من المرافق والخدمات التي توفر للقاطنين كافة احتياجاتهم وسبل الراحة. أشكر القيادة الرشيدة على الشيء الواضح يعني والمبين، خاصة الفترة الأخيرة يعني ما قصروا صراحة، والحمد لله وتمنيت في ذي المنطقة والحمد لله. يعني مشروع الرملي طول عمرك يكون في الوسط صغير، ما بين مدينة حماد المنام المدينة، عندك المرفقات كلها قريبة منك، يعني منطقة الحمد لله وايد حلوة. ما قصروا وزارة الإسكان منحون شهادة البيت والحمد لله رب العالمين. أشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد الأمين. الخدمات قريبة وش يعني الأمور طيبة هنا والحمد لله رب العالمين. شعور ما يوصف الواحد، كان يتمنى إنه يكون عنده بيت خاص لحق عائلته. نشكر جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ولي عهده. طبعا الإجراءات من أبسط ما يمكن، جدا سلسة ومرنة، ما لقينا أي تعقيدات، في 5 دقائق انتهينا من كل شيء. نحب نشكر جلالة الملك وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد ومعالي وزير الإسكان، وبصراحة يعني إحنا سعداء اليوم إن حصلنا الشهادات مالت الانتفاع بمشروع الرملي، وطبعا ذي يعني نتيجة لجهود المسؤولين في وزارة الإسكان والتوجيهات الكريمة من القيادة يعني لتسهيل أمور المواطنين، والله يعطيهم ألف عافية. تم بفضل الله أن احنا الله نعم علينا أن الحمد لله اليوم تم استلام وحدتنا السكنية، وإحنا في غاية الفرحة، ويعني نشكر الكل من وزارة من قائمين على العمل من الحكومة الرشيدة أن هي وفرت لنا السكن الملائم. شعوري لا يوصف، فرحة كل مواطن بحريني حصل وحدة سكنية، وإن شاء الله عما غريب إن شاء الله تبرز هالوحدات السكنية حق المواطنين. هذا إحنا مستانسين عين وصبنا خلاص، أهم شيء نرتاح البال حصلنا شيء ولا الحاتف شيء ثاني الحمد لله. أشكر الملك وزارة الإسكان على رأسهم الشيخ خليفة ولي العهد، وأقول لهم الله يبارك فيكم والحمد لله والشكر لله الكريم. إن السرعة في تخصيص الوحدات السكنية يعبر عن التزام الحكومة في سعيها لإنجاح البرنامج الذي رسمته في أسرع وقت ممكن، والذي يرمي أولا وأخرا لخدمة المواطنين وتوفير أفضل معيشة لهم. أحمد البلوشي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.